Snanlar. Koto. Ziyosunlara yıkıcı bir yıkım. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. إن شاء الله فيديو جديد اليوم، تحياتي لكم جميعا. المهم غبرنا واحد المدة، المهم لا على حسب الظروف. اليوم إن شاء الله جينا للعرقوب، وعلى حسب البلايص إن شاء الله جينا نصيدوا على زريقة الدورة ديال الكساب، وواحد المنزل خوت لقينا معايا. يا سلام، المهم نوريكم شنو بحال كيفاش داير بحر مرايا. يلا دابا يلا الشميشة يلا طالعة، يلا بقى ما بانتش كاع عندنا، يلا طالع الشميشه. يلا وجد الباكتاج ديالي مسيل الكسبات ها هما مونتاج المسيل ديالنا، ونتوكلوا على الله. المهم نخليكم مع المونتاج الخوت وعلى مولانا الله يجيب اسمينا ان شاء الله. هانتوما الاخوان الكصيبات هما هادو كالعاده، لاطريس جوج معمرين بلاطريس، هذا 25 هذا 30، دير بلومو ديال 150 غرام ماريا شويه غادي كتكبر. كاين الكورانه الخوت، كاين واحد الواد تيطلع خاص شويه تدخل، ودير كما قلت لكم ديال الاخر واحد الباطلين متر تقريبا، ما وصلش متر، 80 سنتيم 90 سنتيم تقريبا. بدينا هاد الخريدور هنايا بهذا الشكل هذا، وهذا مخرجين الصناره باش تبقى الدور تاخذ راحتها. وهنايا الثقل ديالنا بلوم، هذه 150 غرام بهذا الشكل هذا، ودي جوج سنانر، جوج سنانر بهذا الشكل هذا. الكسبة الأولى الكسبة التانية هي فحالها الخوت، نفس البلان نفس البلان. هانتوما تقل تحت السنارة في الجنب، السنارة تقريبا ديالها تاهي شي 50 سنتيم 60 سنتيم، نفس الشكل الخوت، نفس يضرب بهذا الشكل هذا كالما. صافي الزيت السيبور غادي نركبوها الخوت هنا، ونحاولو نجدو شي التقاطات شي تقاوس. الطعمة اللي كاينة الخوت حاليا كاين شي عقريشات هنايا، شي ربعة ديال العقريشات الخضرا، كاين الكوطو، كوطو ضروري تخرج هدا كوطو. هادشي كاين خوت الباكتاج هو هدا، خصنا دابا نحاول دابا خصني نكون ملونسي. ديك الطلعة ديال الصباح خصني نكون ملونسي كسبة ديولك، تعطلنا شوية ولكن غيكون خير إن شاء الله. اللهم يسير الخوت غادي نلونسي ونتوكلو على الله، إلا كانت شي التقاط راه غنوفيكم بيها. إيه طعمو القصيبات الإخوان، أول حاجة غادي نبداو بالكوطو، السينارت بهذا الشكل هذا. كوطو يعني تطعيم ساهل الخوت، كدير صنارة لتحت بهذا الشكل، كدير صنارة فوق بهذا الشكل، تقدر دير جوج ثلاثة على حساب. المهم دابا درت غير جوج حيت غادي نبقى نطعم تب سميتو العقريش، كيعانك شي لكرمة ثلاثة صنانر. المهم جوج راه قادي الغراض، صنار دوريجين راه قادي الغراض. طال فيه الماجيك، كيما كدير صنارة اليمين صنارة اليسار، والله يجيب سمينو خلاص. صنارة هي عطا فما تجي، وصنارة هي كتبان ليكم. هادي الكسبة الأولى، الكسبة الثانية هي نفس الشكل. سمحوا لي تنهبط شوية كنهرب على التليفون، كرت التليفون بهذا الشكل هذا. هادي ديما كتشد كدور بحال هكا، شد كدور هدا هكا.
الله يسخر الطاس. صيبة أمنا عادي نغلو نصيوم أخوان لأمك لأم يسر عيط خوش الترب ايما خوتي قيسي عليا انا كنلبس الواديس ها هي الاخوات باقي راه لاصت الصبا الاولى هي معايا نحاول التاكسي ها تشوما خوش عطلت عليها الاخوان شكي دارت الفوتو نعاودو لهم نسولي على مول
الاخوة لاباديش، هادي لاباديش والكسوة الاخرى خوج جبت له عشرة ويطيح، حتى زيتي عنده ويطيح ما كتبش. المهم كاين كاين الحوتي قيس الخوج، اللهم يسر. لاباديش كالعادة
يا سلام الخوت البحر ميت. المهم الاخوان حبست السياره دابا حاليا العشرة قد يا الصباح. هذاك الشيء شفتو الخوت هو اللي جاب الله حصيد هي هذه. شفتو في فيديو جوج بولات واحد زريقه صغيره واحد الشرقه وتقنطرت وطاح. شفتو في فيديو. المهم الخوت دابا البحر عمر البحر دابا عمر مبقالي والو بلاني الخوت. الدورات ماشي ما كايناش، كاينه الدورات واكله كاينه غير هي مساعداش والو. كما شفتوا نخليكم شي لقطات في اخر الفيديو مور هذا الفيديو هذا مور هذه اللقطه هذه. الدورات كاينه الخوت ماشي ما كايناش غير هي ما واكلاش كتسمسر يعني كتاكل هذيك القنوفه ديالها. الماء دابا ملي تيكون المشكله ديال المضاوي بحال ما هو الكارما كتكون مخلوعه بزاف الدورات ما كتزعمش على الماكله ماشي بحال الريح يعني كيكون صعيب تشدها كتكون شاده غير من برا غير كتزير عليها شويه كتمشي. اولا الدورات ما واكلاش الخوت غير كتسمسر زيد عليها كيلو غل ودير لاطريس يعني كتكون جايبه اصلا هي ما شاداش مزيان خاصك غير تسيس معاها. ملي كتجي تسيس معاها الخوت تتوغل في الحجر تما والربيع كتفكها كتوغل عاوتاني كتفكها حتى كتطلق. جربت صيرت عليها المهم غنخليكم فيديو في الاخر كنت نزير عليها نجيبها بين الماء والماء وكتطلق عاوتاني كتشرم كتشرم ديال اللحمه كتطلق يعني كيما درتي ليها ما مساعداش. والحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين الخوت. اللقطات راه نخليهم لكم في اخر الفيديو. هي البيسات اللي ما تيسروش يعني شي ثلاثه ولا اربعه البياسات ديال الدوراد هادي دوراد زوينه هادي فايته كيلو ولكن والو ما كتيسرش. يا كتزير عليها شويه كتطلق يا كترخف ليها كتجيبها زعما مسيس عليها بشويه كتوغل وكتفكها وثاني كتوغل حتى كتطلق. الحمد لله على كل حال حاليا الخوت كما قلت لكم 10 غادي نطلعوا نرتاحوا شويه لما البحر بدا كيرجع وان شاء الله العشيه غادي نصيدوا عليها عاوتاني. المهم غنقفلوا هذا الفيديو الخوت باش الشيء اللي جاب الله وتحياتي لكم جميعا وان شاء الله ما نبقاوش نغبروا وتفاعلوا مع الفيديو الخوت خليوا لايك للفيديو مده هذه من حنا شي فيديو يعني التفاعل يكون طاح اغلبيه المشتركين ما يوصلهمش الفيديو خلي لايك وشي تعليق ولا عجبك بارطاجيه وتحياتي لكم جميعا الله ييسر.
لقات عاوتاني الخوت ايه والو مستعجلش وزعما كما كتشوف الوغلا فاش كيوغل هذا السبيب سيب قديم عامر بالربيع هذا تا هو غل فيه يعني كانت شادة فيها ولكن راه مع الوغل والحوت اصلا الدراد اصلا ما سارطاش غير مسمسرة زيد عليها الضغط ديال الوغل صافي كتطلق.